أنا التقيت بالمشير حفتر، أنا جلست مع الضباط، أنا جلست مع مسؤولين، أنا رحت الزنتان وجلست مع وجهاء وجلست مع ناس ممن كانوا ضمن اتفاق الصخيرات، وجلست مع نواب في البرلمان، وجلست مع ناس من الوزراء. بهذا يكون السلام، بهذا يكون الأمان، بهذا تصان الأعراض، بهذا تحفظ الفروج، بهذا تحقن الدماء، بهذا تحفظ الأموال، بهذا يعز أهل السنة، بهذا يذل أهل البدعة. هذه الحقيقة يا شيخ. يجب وجوبا شرعيا إعانة الجيش الليبي، حتى لو استعان بالفاغنر، حتى لو استعان بفرنسا ضد هذه الجموع الإرهابية التي تقصد هدم الإسلام وهدم دولة التوحيد. يجب علينا مناصرة المشير حفتر وتأييد الجيش الليبي. دماء زكية سلفية سالت للدفاع عن التوحيد في ليبيا. فالمشير حفتر بمتابعة وإشراف مصري مباشر ومساعدة مصرية 100% وقفوا مع المشير حفتر، وكذلك وقفت الإمارات مع حفتر، مع المشير حفتر وغيرهم، فوقفوا معه، وروسيا وقفت معه، وفرنسا وقفت معه. لابد تضرب الظالمين بالظالمين، لابد تعطي امتيازات لدول معارضة لهذه الدول حتى تستطيع أن تكسب مساعدتهم. فدخلت معهم في الموضوع مين؟ فرنسا وروسيا، لأن فرنسا وروسيا حاولت أمريكا وبريطانيا وإيطاليا تستأثر بخيرات ليبيا ضد فرنسا وضد روسيا. قالوا لا، نحن نريد خيراتها كذلك. كيف نأخذ الخيرات؟ بندعم الجيش. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الجيش الليبي بقيادة المشير المجاهد البطل السلفي خليفة بلقاسم حفتر.